حاليا الإطار التنسيقي منقسم نصفين، قسم يعني ضد التصعيد مع أقليم كردستان، وقسم يدعم هذا التصعيد، وهذا يندرج ضمن الصراع الحرس القديم والحرس الجديد داخل الإطار التنسيقي. بالتأكيد يعني اليوم عدا الأطراف السياسية، يعني مثلا انسحاب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني عن العملية الانتخابية أو الانتخابات القادمة بالتأكيد سيكون مؤثر جدا، بل أنه قد سيعطي قناعة كبيرة للمقاطعين للعملية الانتخابية، خاصة شاهدنا النسب المتدنية التي حدثت سواء في انتخابات مجلس النواب أو حتى انتخابات مجالس المحافظات. هذا سيعزز من فكرة المقاطعين أن لا جدوى من الذهاب إلى الانتخابات إذا كانت العملية السياسية بهذه الصورة وبهذه المشاكل وبهذا التعقيد. وهناك وعود، يعني في تحالف إدارة الدولة هناك وعود موقعة من كل الأطراف السياسية ولم يتم تنفيذ منها أي شيء، مما يعني العملية السياسية أصبحت بائسة وأصبحت وبال على الشعب العراقي.